يلا باي. في وش انا بشوف شو سالفه. صاير صاير شوي 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 شوي. ايش سويت يعني؟ ما حطيت ناظر فيه. جيت وخر عني. أسباب تافهة حتى ما تسمح أن تكون أسباب دمرت علاقتنا وشالت نار الفتنة والزعم. ليش تخز؟ ليش قاعد مكاني؟ ليش ما ترد؟ ليش؟ أسباب سخيفة. لو أنا مالك أعصابي ومتحمل ومتصرف كم اللي صار. لو أنا ما أخذ فهد كلمة طيبة وابتسامة كم ما حصل ما صار اللي صار. لو أنا ما أخذ فهد كلمة طيبة يا ليت زين يرجع لأول. خير عثمان شاف؟ شو كيف تنسي؟ لا مو قصدي ما قاعد أخذ بس يعني متفاجئ إنك معي بالمرة. عبالي شي ثاني. يلا يبقى أسفين. شوف باسم ها؟ بس يلا أسفين.